نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، فأهلا بكم. والبداية بالعناوين. قوات الحزام الأمني تلقي القبض على خلية حوثية مكونة من 5 عناصر في المدخل الشمالي للعاصمة عدن. جولة مشاورات جديدة بين الحكومة وميليشيات الحوثي حول ملف الأسرى برعاية أممية. والأمم المتحدة تعلن شراء ناقلة نفط لتفريغ خزان صافر المتهالك قبالة ميناء رأس عيسى. تمكنت قوات الحزام الأمني من القبض على خلية حوثية مكونة من 5 عناصر في المدخل الشمالي للعاصمة عدن. وقالت عمليات حزام طوق عدن أن أفراد نقطة الرباط قبضوا على 5 عناصر، أحدهم شيخ قبلي، وبحوزتهم بطائق تثبت تورطهم بالعمل ضمن ميليشيات الحوثي الإرهابية وجلهم من محافظة ذمار، مشيرة بأن أفراد الخلية حاول الدخول إلى العاصمة عدن متخفين بين مجموعة من العائلات. توجه الوفد التفاوضي الحكومي إلى مدينة جنيف السويسرية لحضور جلسة مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مع ميليشيات الحوثي حول ملف المحتجزين والأسرى والمختطفين. قال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المفاوضات مجد فضائل لوكالة الأنباء اليمنية إن الوفد الحكومي الذي يضم 6 مفاوضين سيخوض مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بدءا من السبت لمدة 11 يوما من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين. قالت الأمم المتحدة في بيان إنها وقعت اتفاقية لشراء ناقلة نفط لاستخدامها في تخزين النفط الموجود في صافر، مما يجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع. أعلنت الأمم المتحدة أنها وقعت اتفاقية لشراء ناقلة نفط عملاقة لاستخدامها في تخزين النفط الموجود في ناقلة صافر المتهالكة والراسية قبالة ميناء رأس عيسى. وقالت الأمم المتحدة في بيان صحفي إن البرنامج الإنمائي وقع اتفاقية لشراء سفينة مع شركة يورونف العاملة في مجال النقل البحري وتخزين النفط الخام، وأضافت أن السفينة البديلة في حوض جاف لإجراء تعديلات عليها وصيانتها بانتظام قبل الإبحار لناقلة صافر الراسية على بعد حوالي 9 كيلومترات من رأس عيسى في اليمن، وتوقعت أن تصل السفينة البديلة في أوائل مايو لبدء عملية تفريغ النفط. وأفاد البيان أن هذه الخطوة تأتي كجزء من العملية التي تنسقها الأمم المتحدة لتفادي تسرب نفطي كارثي يهدد بوقوع أزمة إنسانية وبيئية. وأكدت الأمم المتحدة أنه لا زال هناك حاجة ماسة إلى التمويل لإكمال إزالة النفط بشكل آمن من الناقلة صافر. من جانبها عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بإعلان توقيع الاتفاقية، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن شراء ناقلة لتفريغ الخزان صافر يعتبر خطوة حاسمة في تنفيذ خطة الطوارئ التي وضعتها الأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية إقليمية وآثار اقتصادية في البحر الأحمر يكون لها تداعيات عالمية مع تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأضافت الخارجية أنه من المهم سد الفجوة التمويلية لعملية تفريغ الخزان كي تتمكن الأمم المتحدة من إكمال عملية الطوارئ في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 34 مليون دولار بشكل عاجل لنقل النفط من الخزان إلى الناقلة. ناقش اجتماع وزاري مشترك عقد بالعاصمة عدن وضم وزيري الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي آلية تطوير القطاع السمكي بمحافظة حضرموت وسبل تعزيز المشاريع التطويرية له. وتطرق الاجتماع الذي ضم أيضا محافظ حضرموت نوخود بن ماضي إلى أهمية التنسيق والتعاون في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنظيم وترتيب عملية التسويق المحلي للأسماك وتثبيت أسعارها ودراسة الأنواع التي يمكن أن يسمح بتصديرها مستقبلا ولا تستهلك محليا،
وإمكانية دعم الصيادين بتوفير الوقود بأسعار شركة النفط وبتسويق منتجاتهم في كل المحافظات. التقى وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي لمناقشة القضايا المتعلقة بالنقل بكافة قطاعاتها البرية والبحرية والجوية. وناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه الحركة الجوية في مطار الريان بعد إعادة تأهيله وتحديثه من الأشقاء في دولة الإمارات وتشغيله وعودة الملاحة الجوية إليه، وكذلك متابعة توسعة الخطوط وزيادة الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، كما تمت مناقشة تطوير ميناء الوديعة البري. عقد بمدينة سيئون في غرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت لقاء جمع سفير جمهورية إندونيسيا غير المقيم لدى بلادنا بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وبتجار الحضارم لمناقشة تعزيز أوجه التبادل التجاري والثقافي والاستثماري بين البلدين. لأجل تعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين اليمن وجمهورية إندونيسيا، التقى سفير جمهورية إندونيسيا غير المقيم لدى بلادنا السيد محمد جوهان بوكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان والتجار الحضارم في غرفة التجارة والصناعة بسيئون لتذليل الصعوبات وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين. وهذه زيارة ناجحة، وهناك العلاقة القوية بين اليمن والإندونيسيا منذ فترة طويلة، وسعادة السفير سيفعل هناك الأنشطة وكذلك عن الخطوات لأجل تقوية العلاقة بين اليمن والإندونيسيا خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين بلدين الشقيقين. استقبلنا السفير الإندونيسي الغير مقيم، وهذه رسالة طيبة ترسلها حضرموت للعالم كافة بأن حضرموت مستقرة وآمنة. اللقاء ناقش كيفية تسهيل تصدير البضائع اليمنية واستيراد البضائع الإندونيسية، بالإضافة إلى كيفية تقوية أواصر الصداقة وتعزيز وتطوير التبادل التجاري وعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار. أهم لنا قشنا اللي هي المشاكل اللي تواجه التاجر اليمني في تصدير سلعته لإندونيسيا، الشروط التعجيزية في إدخال البضاعة لإندونيسيا. وهناك صعوبات ومعوقات كثير تعيق المستثمر الإندونيسي أو المستثمر اليمني في إندونيسيا، طبعا نتدارسها ونتحاورها كتجار وكسلطات محلية إن شاء الله بين البلدين. من أهمها طبعا حسب ما نعرف النقل، وكذلك الفيز دخول اليمنيين إلى إندونيسيا في صعوبة. السفير الإندونيسي خلال زيارته يتطلع إلى تطوير وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، نظرا للعمق التاريخي لثمانية مليون حضرمي في إندونيسيا وتوطنهم في البلد، ناهيك عن تواجد أكثر من 4000 طالب إندونيسي في حضرموت. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. دورة تدريبية في عدن حول التخطيط لحماية حملات الحشد المجتمعي لبناء السلام. أهلا بكم من جديد. أحيا أبناء المدينة القديمة بتعز ليلة الشعبانية بالأضواء والفوانيس والأهازيج الرمضانية التي تردد كجزء من الموروث الشعبي المتوارث عن الأجداد، احتفاء واستبشارا بقدوم شهر رمضان. القباب والمساجد والأزقة وكل شيء هنا بالمدينة القديمة بتعز يحدثك عن ماض عريق كان ولا يزال
حاضرا وسط أبناء هذا الجيل بكل التفاصيل القديمة والحياتية التي كان عليها الأجداد بما فيها العادات والتقاليد، سواء أكانت بالمناسبات الدينية أو الاجتماعية. بالمواسم كرمضان والشعبانية وهذه الأشياء الذي توارثناها أبا عن جد وما زلنا محافظين عليها وسنحافظ عليها، وكذلك معنا الشعبانية بالمساء للأطفال والتزاور برمضان، كذلك نستعد لرمضان. الشعبانية هي إحدى الطقوس الدينية والاجتماعية التي تقام هنا بالمدينة القديمة بتعز في موعدها ووقتها المحدد من كل عام. على هذا النحو من التجهيزات يستعد سكان المدينة المحاصرة تعز لإحياء ليلة الشعبانية، تجهيزات تمضي على هذا النحو نهارا ويستعد لها السكان خصوصا بالمدينة القديمة، غير أنها تترجم ليلا بالتجمعات والأهازيج احتفاء واستبشارا بقدوم الشهر الفضيل شهر رمضان. يتوارث أبناء المدينة القديم والمجتمع التعزي بشكل عام العديد من العادات والتقاليد، ومن أهمها إحياء ليلة الشعبانية الذي تأتي كفرحة واستقبال شهر رمضان. والله هذه عادات وتقاليد للشعبانية بالمدينة، كنا إحنا من أيام زمان طبعا نفعل هذه التقاليد ونمسي بكل حارة وكل محل، وهذه صراحة تعتبر حاجة ذكرى وأنس لجميع الأحياء الشعبية. طقوس اجتماعية تقام بمدينة تعز بمناسبة يوم الشعبانية تحديدا بالنصف من شهر شعبان، وتستمر إلى أول أيام الشهر الفضيل شهر رمضان. رمز مختار لقناة غد المشرق تعز. نفذ مركز التدريب والتأهيل في المجلس الانتقالي الجنوبي دورة تدريبية حول التخطيط لحماية حملات المناصرة والحشد المجتمعي لبناء السلام في العاصمة عدن. برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نظم مركز التدريب والتأهيل دورة تدريبية جاءت بعنوان التخطيط لحماية حملات المناصرة والحشد المجتمعي لبناء السلام. جاءت هذه الدورة في ظل الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه هذه البلد، حتى يتدرب هؤلاء القادة والساسم على أن المناصرة فعل استراتيجي، هذا الفعل ينبغي أن يكون منظم وهذا الفعل ينبغي أن يكون مرتب، إضافة إلى أن هذه المناصرة يقودها الناس، بمعنى أنهم لابد أن يكونوا على احتكاك بالفئات المستضعفة ومعرفة احتياجاتها، من خلال هذه الاحتياجات هم سينطلقون في قضية المعالجة التي تهدف في الأخير إلى عملية التغيير. الدورة التدريبية التي ستستمر لخمسة أيام استهدفت عدد من أعضاء مختلف هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي. نحن في اليوم الأول لهذه الدورة، واضح من خلال بداية الدورة أنه الهدف الأساسي من هذه الدورة هو كيفية تعزيز المناصرة، يعني في قضايا متعددة، مناصرة ربما تكون مثلا في النواحي السياسية أو في النواحي المجتمعية، أيضا فيما يخصنا نحن في دائرة حقوق الإنسان سنستفيد الكثير في مناصرة منظمات المجتمع المدني. الدورة كانت رائعة جدا، والأروع أنه فيها نسبة من الشباب المشارك من خريجي العلوم السياسية. نشكر يعني المجلس الانتقالي على إشراك الشباب في مثل هكذا الدورات يعني تدريبية لصقل مهاراتهم تدريبهم في مجالات المناصرة والحشد المجتمعي والسلام. دورة تدريبية هدفت لإحداث تغيير مجتمعي جزئي يصب في عملية التغيير المجتمعي الكلي بما يسهم في بناء السلام الجنوبي. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قوات الحزام الأمني تلقي القبض على خلية حوثية مكونة من خمسة عناصر في المدخل الشمالي للعاصمة عدن.
جولة مشاورات جديدة بين الحكومة وميليشيات الحوثي حول ملف الأسرى برعاية أممية. والأمم المتحدة تعلن شراء ناقلة نفط لتفريغ خزان صافر المتهالك قبالة ميناء رأس عيسى. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.